بس انا في سؤال بدي اساله. الحوثيين بيعرفوا انه اسرائيل عندها محطات باريتريا مقابلهم، ما عم يضربون، بس هني قصدهم يجي يضربوا يمكن اسرائيل بالداخل، مش قادروا يضربوا، مش قصدهم يقصفوا. وقع هذه الرسائل اكيد أبو. وقع الا وقع كثير كبير ومؤثر، واكيد انا ما انا مني يعني ما انا عم منظر للوضع بشكل انه بشكل انه انساني مشان ما تتوسع المعركه. نعم هي. وهن اساسا حتى يعني الامريكان مش سلماني من المقاومه اليمنيه، وخصوصا انه كمان اليوم اعلن الحوثي عن عمليه استهداف خلال سفينه امريكيه. انا برايي وهيدا دليل انه ما بعرف، بس انه هيدا دليل يمكن انه ما في تنسيق مسبق ما بين محور المقاومة والأمريكيين بخصوص استهداف إسرائيل. أنا ما قلت محور أنا ما قلت محور فصائل. طيب حوثي إيراني شو؟ إيراني ربما إيراني. يكون إيراني أكيد، يعني اليوم الحرس الثوري الإيراني يمكن حزب الله هلأ مثلا موجود مش بحاجة لجماعته تدربوا وكل شيء، مش بحاجة للحرس الثوري، بس ربما الحوثيين لأنه بعضهم يعني بيقولوا جداد بالمعركة صمدوا 8 سنين أمام تحالف عربي دولي الحوثيين وقدروا أنهم يستمروا ولا بل إيران. في إيران عم تدعمهم كانت. هلأ اليوم القصة ما فيها عم يتقاتلوا مع إسرائيل فقط، يعني مع الدول العربية كلها صح. صار في صلحة وانتهت العملية. أنا اللي بدي أقول كل اللي بدي أقول لك أنه هذه الطائرة التي نجحت بضرب تل أبيب جاها رد كمان صاعق مؤذي أكثر للحوثيين، قصف الحديدة، لأنه الإسرائيلي عم يقصف بلأمني وبأذى ليأذي، ومش ليقتل بس ليأذي، كما فعل بالأمس وأول من أمس بالجنوب اللبناني، وكما عم بيتم هذا الأمر دائما. إذا نحن قدام لا حرب ولا يعني لا حرب شاملة، بس معارك موضعية إلى أن يقدر الله أمرا كان مفعولا. ولكن أنا هلأ مش مستبشر خير، لأنه كل اللي بده يتفقوا إن كان الإيراني إن كان إيران الدولة اللي هي العظمى تعتبر بالمنطقة، أم السعودية الأمير محمد بن سلمان، أم الخليج بشكل عام وبشكل خاص، أم إسرائيل نتنياهو، ما حدا له مصلحة يتفق اليوم مع جو بايدن اللي فالل بعد 4-5 أشهر أو أكثر، لأنه جو بايدن زلمة كل ما قاله عم يضعف. امبارح كلهم عنوانوا إنه وضعنا جو بايدن، عرفتي كيف؟ وضعنا جو بايدن بأجواء الشرق الأوسط، زلمة مع هيدا وكلهم صاب بالكوفيد، يعني سمعان بالضيعة، معهوش خبر شو عم بصير. فعلا يعني والله معهوش خبر شو عم بصير، مش معقول واحد يكون يعني كيف بده يدير حمل قصص من هودي ويشتغل ليل نهار وبيكتبوا له بعده رئيس الولايات عرسي عرسي. والدليل انه رايح نتنياهو يشوفهم اكيد بده يشوفه هذه، رايح يزور الولايات المتحده الامريكيه ويحكي بالكونغرس وبمجلس النواب وما بيشوف رئيس جمهوريه امريكا، مش مزبوطه. بس بعضهم بيكتبوا له هذا اللي مقابلك زيلينسكي، اوكي ما تتغلبط فيه تسميه بوتين، ما بيعرف زلمه ما بيعرف يعني خلص العمر له حق، يعني مثل هذا الرجل بروح بيرتاح ببيته، يعني مش عيبي يعني عم نحكي، بس انه تصوري يعني ترامب بيحكي ساعة ونص ساعتين، وجو بايدن اذا بيحكي ساعة ونص ساعتين راح يبوس مرة غير مرته تكبه شو فيه له طايع مرته جابته، يعني عم خبرك انه نحن وين يعني. لا فعلا الامور واضحة صارت، لما حدا له مصلحة يعمل اتفاق مع جو بايدن الان بيطولوا بالهم، يعني نحن من سوء حظنا كمان لو كان في رئيس بكامل وعيه وله أمل وله مستقبل يعمل حرب، ممكن يعني حرب انتخابية يعني مع ترامب وممكن ينجح، كان ممكن ينجح، ممكن تنجح خطة نتنياهو، لذلك خطة نتنياهو لن تنجح، ونتنياهو سيترك قضية المحتجزين معلقة إلى أن يذهب ويأتي، لأنه جو بايدن النتيجة معه صفر. كأنك عم بتقول انه ما في اتفاق حول غزة ما قبل ولاية رئيس امريكا الجديد. انا قلتها معك من سنة. طيب بس هيدا الشيء مش من سنة من بس هيدا الشيء كمان انه البعض يقول انه لا هناك يعني امل بان يكون هناك اتفاق ما قبل في حركة امل في الرئيس بري حبيب قلبنا
طيب بس البعض يقول انه هلأ بمجرد ما يروح ثلاثة او اربعة نتنياهو، ثلاثة او اربعة نتنياهو على ثلاثة بشوف جو بايدن، ثلاثة جو بايدن والاربعة بكلمته بالكونغرس، ممكن يكون في ضمانة سياسية لإله لمستقبله السياسي لنتنياهو، وبالتالي بيروح على اتفاق. ست روان مين بده يعطيه الضمانة؟ منو فيل على البيت يعني؟ بس هاي ادارة امريكية مش ادارة، لا ما بيعطوه. مين نايبته مش معرفون اذا مش مين، نانسي بيلوسي، مين بده يعطيه الضمانة؟ ما فيك تاخذي ضمانه من واحد ما عنده ضمانات، يعني زلمه رايح على البيت ضمانه شو بده يعطينا؟ نتنياهو منه ولد طلع بالسياسه يعني ابدا من مناحيم بيجن ومن اسحاق شمير ومن شارون، وحط لهم وزك بتقول الكل، طلع اخبث منهم كلهم وعم بيلعبهم على اصابيع ايديه. هلكون جو من جو بايدن، هلكوا لجو بايدن. يعني شفتي من 7 اكتوبر لهلا يعني شعبيته كان 16%، هلا 37 بتحكي نتنياهو. وهلا ترامب رح يهلك العرب مش نتنياهو، لان يبدو نتنياهو ناطر وصول ترامب الى سدة الرئاسة الامريكية. بما كلام ترامب، البعض يستشف من كلام ترامب انه اسرائيل قبل اي اعتبار واستعادة الرهائن لدى حماس، وبالتالي يعني اسمحي لي بس اقول شغلي، انا بديش اعمل مثل غيري. اجتمع جو بايدن مع السي اي اي، ما انا خايف ما كنتش قاعد معهم، هذاك المختص بالشؤون الامريكيه وشغلته امريكا وفرنسا وكذا، قال هذا شاطر مع السفارات او هيدي شاطره مع السفارات. انا مش هيك طبعا، انا بشوف الامور بحللها من بعيد. انا بشوف بعد ما اكل رصاصه وقام الموت ترامب، سيكون ترامب مختلف عن قبل. كيف يعني؟ باي صوره يعني؟ مش رح يكون مثل ميشيل عون يعني، ترامبي رح يبطلوا عونيه. عرفت كيف؟ والعونيه رح لا اعمل لك صراحه اول شيء شو وجه الشبه؟ بس اللي احسن ما يقولوا انك بتدخل مش ما بيفلوا من الكرسي، ما بيفل عن كرسي، بيعمل مشكل تيجي. هلا تغير وضعه، صار عنده عطف، هلا رايق، بعدين اكل رصاصه وعي. عرفت يعني؟ عم بدأ هلا كل واحد، ما نحن عندنا رفقاتنا كانوا يتقوصوا، بس ينصاب توعي تشق عليه تلاقيه مغير، بعد شهرين ثلاثه كمان بصير يروق اكثر. ترامب رايق يعني، انا شفت خطابه وسمعته، خطابه كله فهم عن فهم، عن دراسه، عن رأي. بعدين ترامب عنده فريق عمل، يعني من هيك نتنياهو قلت لك وايران واسرائيل والسعوديه والخليج، ما حدا له مصلحه يتفق مع جو بايدن اللي فايل على بكره. اوكي، لذلك الاتفاق ما هو بصير. انا اللي عم بقوله شو بك، ما مش العام بزمانات اروح انتخبوا باجرايكم، نسيتي بالمتكام يعني؟ هيك انا مش عم بستهتر بالرئيس عون، بس هيك كنا معه الف خير وعرض السطح ومنحبه، وهلا منحبه وما بهين علينا فيه، بس خلص تركنا كل واحد راح بديري. يعني انا اللي بدي اقول لك انه العقليه اللي اجى فيها ترامب تغيرت، لذلك حتى نتنياهو عم يتصرف مع ترامب بعد ما جاب سيرة ترامب. عمل تصريح مقتضب بوقت حاولوا اغتيال ترامب، بشكل لانه هو يقول ترامب من سنه وسنه ونص انه نتنياهو خذله عند ما اغتاله جنرال قاسم سليماني وابو مهدي المهندس، كان على اساس اسرائيل رح تشارك. بالساعات الاخيره نتنياهو قرر عدم المشاركه، شارك ترامب وحده، وهيدي قصه معروفه ترامب قالها. من هيك انا من هالمنطلق عم اقول لك انه نتنياهو لا منه كتير يعني عسلي على قلب ترامب، بس هو بحاجه له بس فقط.